من الرقم ده. تعالوا بقى ناخد استاذ اشرف القدره، الدكتور اشرف القدره المتحدث باسم وزاره الصحه الفلسطينيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بكم، مرحبا الله مساءكم ومساء مشاهدينا بكل خير. يمكن اكيد انتم عارفين ان القضيه الفلسطينيه في قلب كل المصريين، بالتاكيد طبعا. ويمكن احنا بنشوف ده وبنقول احنا عارفين كويس اخواننا الفلسطينيين ادوا درس للعالم كله في الصمود وحبهم وتمسكهم بارضهم وبوطنهم. كلمنا عن الشهداء، عددهم وصل لقد ايه وكم طفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا الفلسطيني من هذا العدوان والمحرقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لليوم 24 على التوالي. وهنا لا بد أن أقف وقفة إجلال وإكبار لشعبنا المصري الذي يشكل الرافع للأمة العربية والإسلامية، والذي أيضا يشكل الحاضنة لشعبنا الفلسطيني ليس من اليوم ولكن منذ الأزل، وهو يشير بالبنان إلى الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، يقوم بمساندة شعبنا الفلسطيني في كل الأزمنة، وهو محب لشعبنا الفلسطيني. وهذا دليل على أن ألو أيوة مع حضرتك، سمعك كويس. نعم، وهذا دليل على أن المواطن المصري هو شقيق للمواطن الفلسطيني. الرئاسة المصرية هي الرافعة لكل الحقوق الفلسطينية المشروعة، وبالتالي كل حب وتقدير وإجلال لشعبنا الفلسطيني ولشعبنا المصري حكومة ورئاسة وشعبا. نحن في قطاع غزة في اليوم 24 لهذا العدوان، نؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال ينفذ محرقة واسعة تطال البشر والحجر والشجر أمام سمع العالم وبصره دون أن يحرك ساكنا لوقف هذه المحرقة. نحن رصدنا خلال 24 ساعة الماضية 27 مجزرة ارتكبت بحق العوائل الفلسطينية التي مسحت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني. راح ضحيتها خلال الساعات القليلة الماضية 304 من الشهداء، معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة، وبالتالي عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة وصل إلى 908 مجازر ارتكبت بحق عوائل أبيدت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني. إذا قلنا عن عائلة واحدة وهي عائلة الأصل وهي كبرى عائلات قطاع غزة، راح ضحيتها من مجزرة واحدة فقط 93 شهيدا دفعة واحدة. ليرتفع بحصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة و480 مسن، إضافة إلى 21000 إصابة بجراحات مختلفة. وهنا يجب التأكيد على أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى اللحظة هم من الأطفال والنساء والمسنين، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي عندما يقوم باستهداف منزل، المنازل اليوم في قطاع غزة تضم بدل العائلة الواحدة من 5 إلى 6 عائلات، لأن الاحتلال أجبر عوائل كثيرة في قطاع غزة من النزوح من أماكن سكنها، وبالتالي إما لجأت إلى أقاربها أو أصدقائها أو إلى جيرانها أو إلى المستشفيات أو إلى المدارس، وبالتالي أي استهداف لأي منزل بدل ما أن يكون هناك 5 شهداء يكون 40 شهيد. ولكن المشكلة الأكبر هو أننا نستطيع انتشال أحد من الشهداء، ولكن البقية تبقى تحت الركام لعدم توفر الإمكانيات لانتشال هؤلاء الضحايا، وبالتالي هناك لا زال آلاف من الضحايا تحت الركام. حتى اللحظة وزارة الصحة تلقت 1950 بلاغا عن مفقودين، منهم 1050 طفل ما زالوا تحت الأنقاض، ونعتقد أن هذه البلاغات هي جزء من الحقيقة التي لا زالت تختبئها الأنقاض التي هي الآن أقوام في قطاع غزة، لأن